shelf for a long time now, for over a year actually. Then the next thing that you probably see quite a bit me using on my Instagram is this seasoning. I put this on everything. This is from Trader Joe's and it's called Everything But the Bagel Sesame Seasoning Blend. You probably already understand what it is from the title. So it's everything but the bagel. And who doesn't love everything bagel? I put it on my eggs, on my toast, on my avocado, on my like everything. احلى لقطة بالنسبة لي لما اتمكن اشوف يوتيوبرز اللي احبهم. وايد سهل بالدمج, وايد عجيب, وايد احبه. And this is also seasoning. This is actually, I mean, I've known about nutritional yeast for a while now because of my background in holistic nutrition, but I feel like I really brought it back into my diet recently and I was like, why? I literally put it on like popcorns, I put it on my toast, I'll put it anywhere where I feel like I just want a little يعني cheese, which is basically everything. So يعني الوان البالت احس انها وايد حلوه. يعني اليوم انا بحط ميك اب خفيف, يعني بس حطيت لون واحد فوق عيني وبس. هذه الاضاءه مالتهم الالوان الشمري, فوايد احس ان الالوان حلوه. يعني حق طلعت الصبح, طلعت يعني حتى اذا تبون مثلا تغمجون شويه شدو في الوان اغمج, اذا في مناسبه عندكم او شيء كافي الوان هني شويه جايه على الشمري اللي يكون على اغمج. بس اللون هذا وايد حلو, تعرفون لي على رمادي على بنفسجي, فانه يصير كنا كنتور حق العين بس انه هو شادو. وايد حلو, وايد احب كذي. هذه المسكرة دائما يعني احب استخدمها كلكم تدرون. أبي أستخدم الجلاس الجديد من ذا بارم, من زين كلها بنفسات جديدة. بس أول شيء بحط حمرة مات, بعدها بحط الجلاس هذا الحمرة من الكوليكشن القديم مالهم. ترى فاتحة بس ما أدري ليش كذي إضاءة الشمس قاعد تبين, حتى عدساتي مو مبين أنا حاطة عدسات. وايد إضاءة الشمس سيئة وايد. ما أدري قلت يمكن أزوم يمكن الألوان تطلع عدل, بس ماكو يعني قاعد أشوف أي شيء. والحمرة هني طالعة نابية ولا هي لونها وردي؟ حمرة وردية بيضاء الفرق. المهم بستخدم هذا الجلاس اسمه امبليفاي من هذا الكولكشن, راح اوريكم اياه, اوريكم صورته بالبوتيك. حسيت وجهي اليوم شيء ابي كله يكون يعني وايد مكثره اضاءه, حط اضاءه من مدمع العين جلوس شيء. حسيت بسوي وجهي اليوم يلمع.